ولد في أحضان النعيم والقصور وأصبح أسيراً في الحروب، انتسب إلى الروم ولم يكن منهم، امتاز بالجود والمرح والفكاهة، رجل نزلت فيه آيات القرآن، تعرض لتعذيب شديد بعد إسلامه ولم يرجع عن دينه، هاجر إلى المدينة وترك أمواله، فهو صاحب أكبر وأربح صفقة في التاريخ الإسلامي. روايتنا اليوم عن الصحابي الجليل صهيب الرومي، ربح البيع أبا يحيى. هو صهيب ابن سنان ابن مالك، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى، عرف بصهيب الرومي لأنه كان يتحدث بلهجة أهل الروم. عاش صهيب طفولة مرفهة في قصر يطل على الفرات، لكنه وقع في الأسر في هجوم للروم. تربى الصحابي صهيب الرومي بين أحضان النعيم والقصور وأصبح أسيراً فيما بعد. ما أثر هذه النشأة، هذه التربية في شخصيته؟ كانت نشأته نشأة مدللة، فقد كان ابناً لحاكم الأبلة وهي مدينة تقع على نهر الفرات. كان أبوه والياً على إحدى مدن العراق من قبل كسرى فارس، إلا أن الحروب التي كانت تدور بين فارس والروم سقط فيها صهيب أسيراً في يد الروم وكان طفلاً. نعم. حينما أخذ إلى بلاد الروم أتقن لغتهم وتعثر في لغته العربية. أسروه من لم يتردد لحظة واحدة الصحابي صهيب الرومي في إعلان إسلامه. صهيب الرومي دخل في الإسلام حينما سمع عنه بعد أن أعتقه سيده و اشتهر بالتجارة وأصبح له مال، سمع عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السابقين الأولين. يقول عمار بن ياسر: أتيت دار الأرقم فإذا عليها صهيب الرومي، قال له: ما تريد؟ قال صهيب: ما تريد أنت؟ قال: أريد أن أسمع رسول الله. قال: وأنا كذلك. استمع إلى القرآن الكريم فشرح الله صدره للإسلام. لم يكتفي بهذا، بل كان من القلائل الذين جاهروا وتحدوا قريش بإعلان الإسلام. ضحى من أجل إسلامه بالكثير بالمال وأيضاً بإعلانه وجاهر بالإسلام. حينما جاهر صهيب بإسلامه وتحدى قريش، تفننوا في إيذائه هو وغيره من المسلمين كما نعلم جميعاً في التاريخ، إلا أن تضحيته الكبيرة كانت وقت الهجرة. مع هجرته جاءت الصفقة الكبرى والأربح في أن ترك المال من أجل الإسلام. لما هاجر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، تبعه كفار قريش لأنهم قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، فكيف بعد أن أصبحت بهذا المال تهاجر وتأخذ ما جمعته وأنت تاجر بيننا؟ فوقف رضي الله عنه وأرضاه واثقا من نفسه معتزا بها، فقال لهم: والله إنكم لتعلمون أني أرمى الناس. فأخرج من جيبه 10 أسهم، فلما رأوه خافوا منه مع أنه بمفرده، لكنه معه عزيمة وقوة وثبات وإيمان بالله تعالى وتعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هجموا عليه حتى قال لهم: أولا أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا: نعم. قال: أدلكم على مالي وقينتي، أدلكم على كنزي لأن أحتفظ به في مكة، طب من تجارته السنين الطويلة، وتأخذون مالي وتخلون سبيل. قالوا: نعم نأخذ مالك. إنه قادر على الحرب لكنه استغنى. ثم حقق الشرط الثاني، وهو أن استغنى بالله عز وجل عن الدنيا وما فيها وعن كل هؤلاء، فقال لهم: ولكن لي مال تعلمونه بمكة، أترضون أن أدلكم عليه وتتركوني؟ فقالوا: نعم. وأخذوا المال وتركوا صهيب في هذا الموقف الذي باع كل ما يملك لأجل أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ثم هاجر سيدنا صهيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السير، هش له النبي وبش، ابتسم صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، كررها 3. كان لصهيب الرومي مكانة رفيعة في التاريخ الإسلامي، فلم يتوانى عن الجهاد في سبيل الله، وشاهد مع النبي المشاهد كلها، كما سطر مثالا رفيعا للتضحية.
المشاركة في كل الغزوات وكل الفتوحات ولم يتخلف عن واحدة. منذ أن هاجر صهيب وهو يشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع السرايا والغزوات، بدر وأحد والخندق وغيرها، وكان له دور كبير وبطولات كبيرة في كل من هذه الغزوات. في أثر يروى مرفوع يروى موقوف عن سيدنا صهيب يقول فيه: ما بايع رسول الله بيعة إلا وكنت فيها، ولا خرج مخرجا إلا وكنت فيه، ولا خوف المسلمين من أمامهم إلا وكنت أنا أمامهم، ولا خوف من ورائهم إلا كنت أنا. يعني الرجل يقول كل مشاهد سيدنا رسول الله حضرها، يعني هذه منقبة جليلة. حضر كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل بضراوة، وعاش حتى زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كل مشاهد سيدنا النبي هو كان معاه فيها، كل البيعات والمواقف كان حاضر فيها، ما غيب عن شيء أبدا، وديت حاجة قل ما تجدها لصحابي. حياة صهيب مليئة بالمزايا والعظائم، فكان من بينها اختيار عمر الفاروق له ليكون إمام المصلين في الصلاة، وما لذلك من مكانة عالية بين المسلمين. كان في لسانه لكنة الروم، لكن تم اختياره ليكون إمام المصلين وإمام المسلمين بعد وفاة عمر بن الخطاب وأوصى بذلك. نعم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قتل وكان على مشارف الموت وصى أن يكون إمام المسلمين من بعده سيدنا صهيب الرومي، يعني جعله هنا على الصلاة وهو به لكنة. ما أنا عاوز أقول إن اللكنة لم تكن شديدة. نعم. هذا يدلك لو كانت اللكنة تحرف الكلم ما أقره عمر على الصلاة. نعم. لأن كون اللكنة شديدة والخطأ شديد لن يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. هذا يدلك أن اللكنة كانت خفيفة ولا تضر بالقراءة، وكان متقن لقراءته. لسيدنا عمر مهما كان حبه لصهيب بشيء يقيم على باطل يعني، فسيدنا عمر اختاره أن يكون للناس إماما، لأن معلوم كان من وظائف الإمامة الكبرى حاكم المسلمين أمير المؤمنين كانت من وظائفه أن يؤم الناس. سيدنا عمر مصاب الآن لم يمت، فهو في حكم أمير المؤمنين، وأوكل الخلافة ليس على شخص أصبح أمير، لا ده لسه في مداولات وفي مشاورات بهذه المهام ممكن يؤديها صهيب. إذن في عندك مدة زمنية فاصلة بين الخليفة المصاب الذي لا يقوى على الصلاة وبين الخليفة الجديد الذي سيالي الأمر في مدة عدة أيام. نعم. وليها صهيب، وهذا لفرط ثقة سيدنا عمر بهذا الرجل الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أضف لذلك سيدنا عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، يعني أوصى في صلاة الجنازة من يصلي عليه، ابنه موجود عبد الله بن عمر. نعم. إلى غير ذلك من الأكابر الأفاضل من الصحابة. نعم. الكرام، لكنه لشيء أوصى أن يصلي عليه صهيب. في العام 38 من الهجرة توفي الصحابي الجليل صهيب الرومي بالمدينة المنورة وهو ابن 70 من عمره، ليرحل من كان سباقا رباحا.